بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن الدجاج القطني أو ما يسمى أيضا بالدجاج السلكي. طبعا يسمى بهذه التسمية بالدجاج القطني كونه يعني كون أن ريشه يعني قريب من القطن، ويسمى أيضا بالدجاج السلكي الصيني. طبعا هذا انتقل تقريبا في معظم دول العالم لأنه من الدجاج الجميل، له شعبية كبيرة جدا في العالم، سهل التربية، وما يميزه أكثر أنه أليف جدا للبشر، كما يعني ينصح به يعني المبتدئين في مجال تربية الدواجن. بالنسبة لتاريخ هذا النوع من الدجاج، في الحقيقة الاعتقاد السائد أنه صيني، لكن أصوله في الحقيقة غير معروفة، ويرجح أنه يعود إلى شرق آسيا مثل دول اليابان والصين والهند، يعني يرجح أنه أو نشأته كانت من هذه الدول. طبعا انتقل في العالم بواسطة تجار الحرير، ويعتقد أن ماركو بولو هو من قدم هذا الطائر إلى العالم الغربي في وقت بين 1254 وسنة 1324 ميلادية. طبعا ماركو بولو هذا كان يعني أحد التجار الذين يسلكون طريق الحرير إلى الصين، وهو إيطالي من مدينة البندقية. أيضا هذا النوع من الدجاج يعني متوسط الحجم، يتراوح وزن الطير البالغ بين 1.5 كيلوغرام و 2 كيلوغرام، لون الجلد أسود، يسمى أيضا بالدجاج الأسود. كذلك يوجد به عدة ألوان، هي الأسود، الأزرق، البرتقالي، الأبيض، الرمادي، ويعني قد قاموا في الآونة الأخيرة بإنتاج عدة ألوان. كذلك منقار الدجاج السلكي أو القطني قصير مع تقوس بسيط للأسفل، ولونه رصاصي مائل للزرقاء. أما بالنسبة للوجه فالوجه ناعم، الجلد لونه أسود مزرق، والعينين كبيرتين دائرية وكذلك بارزتان. وحقيقة ما يعجبني في هذا النوع بالضبط من الدجاج ولم أره في غيره هو أنه أليف جدا للبشر وسهل التربية والترويض، وعلى يعني الرغم من مظهرها يعني اللين إلا أنها في الحقيقة قوية البنية نسبيا، وهي ذات شكل جميل جدا. لذلك أنا يعني أنصح مربي الدجاج وخاصة يعني المبتدئين باقتناء هذا النوع من الدجاج. أيضا هذا الدجاج يعني هو حاضن للبيض، يعني مثل الدجاج البلدي، من يريد يعني التفقيس الطبيعي فهو جيد جدا، بل إن الصينيين اقتنوا هذا النوع أو كانوا يعني يقتنون هذا النوع لتفقيس أو لحضن بيض طائر التدرج. فالدجاج القطني يعني يتميز بأنه يعني جيد جدا في رعاية الصغار. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.